السلام عليكم ورحمة الله خوتي وخواتاتي في حلقة جديدة. كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال. اليوم قبل ما نبدأ الحلقة ديالي بغيت نتكلم ليكم على بعض التساؤلات اللي طرحت لي في الحلقة السابقة على العسل. العسل لا يجب أخذ كميات كبيرة، بطبيعة الحال الناس اللي غادي ياخذوا العسل راه كناخذوه بكميات قليلة في اليوم، مثلا خدينا معلقة الصباح ومعلقة في الليل، أما باش ناخذوا بزاف طبيعة الحال الحاجة اللي زادت على حدها كتنقلب ضدها. هذه هي المقولة، والناس اللي كيكتبوا لي لا اشنو كتقولي الحبة ديال البركة، راه شوفوا الحبة ديال البركة او الحبة السوداء او اللي تنقولوا لها حنايا بالعربية الدارجة السانوج، هما نفس الشيء وهما من نفس الفصيلة. كاين الاختلاف انها حبة البركة اللي كاينة في السعودية ماشي بحال السانوج اللي كاين في الشكل ديالو في المغرب، ولا يني راهما نفس النبات. هادي باش ما يبقى حتى واحد غلط في هاد الفكرة هادي، وان شاء الله ملي نديرو شي حلقة خاصة به غادي نشرح لكم كل شي الامور ان شاء الله. ثاني حاجة، كاين الناس اللي طرحوا عليا السؤال احنا اللي كان نتابعوا علاج كيماوي واش نقدروا ناخذوا العسل واش ما غيضرناش. انا ما كنبغيش نجاوب على شي حاجه اللي ما فاهمناش فيها مزيان، لذا كل الاشخاص اللي كيتداووا بالكيماوي قبل ما تاخذوا العسل بطبيعه الحال خاصكم تستشروا مع طبيب في التغذيه والعلاج الطبيعي، لانه هو اللي غادي يكون عارف التركيبه ديال الكيماوي مع التركيبة ديال العسل كيفاش كيتفاعلوا كيميائيا في الجسد، واش بنفع ولا بضر على الجسد، وهما اللي غيعطيوكم هاد المفارقة ان شاء الله. اليوم كيف ما غادي نتكلموا على فيروس كورونا، لانه هو حدث الساعة ولانه جد مخيف الامر، وصل انه فيروس خبيث قاتل، ولكن غادي نتكلموا عليه بشكل مبسط وغادي نعطيكم شنو هما الحوايج حسب خبراء وعلماء واطباء اللي نقدروا نديروهم باش نقيو راسنا من هذا المرض الخبيث. اولا فيروس كورونا راه ما كانش شي حاجة جديدة، هو ظهر بشكل جديد، ولكن هو راه كان في 1930 ظهر، وخصوصا ما ظهرش في الإنسان وإنما كان تفشى ما بينات الطيور، ومن بعد انتقل من الطيور للثدييات، ومن بعد الطيور والثدييات عاوتاني انتشر ما بينات الحيوانات، وهذا الشيء اللي خلى الحيوانات كيكون كونتاكت بيناتها وبينات الإنسان، خلى أن الفيروس من الحيوانات انتقل الإنسان. شيء ثاني اللي غنقوله هو أن هذا الفيروس كان فين في أول مرة ظهر في الصين في ووهان، وتم تطويق الآن هذاك المكان كامل طبيعة الحال باش المرض زعما كاين يحدوه، وهذا النوع من الفيروس ما يبقاش انتشر. واليوم الخبر اللي جا اليوم بأنه راه انتشر الآن، واكتشفوا المرض وصل او هذا الفيروس وصل ل 15 دولة في العالم. والان واحد الفيديو اللي توصلت به اليوم انا ايضا، فيديو عامل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والناس تيبارطاجيو بزاف هذا الفيديو ديال واحد السيدة اللي سجلات واحد المنظر، واحد الظاهرة وقعت في مدينة فاس بالضبط قبل واحد المطعم صيني، وصاحب المطعم سقط يعني كان صحة سلام طاح السيد. تيبان في الفيديو بأنه كاين الإسعافات وجا واحد الطاقم ديال الأطباء، كل شيء داير لي ماسك، كانوا السلطات تما، وسيدة تقول بأن هذه أول ظهور لفيروس كورونا في المغرب. سجل أول حالة ديال مرض كورونا في هذا الريستورا هذه ديال الشينوا. انا غير بغيت نعلم الناس باش ياخذوا احتياطات ديالهم. هيا الصافه جايه، الناس كلها شاده، هذه هي الريستوره ديال الشينوا، الناس كلها دايره كمامة على فمها. هيا لقاو واحد الحالة كورونا هنايا، دوك الشينوا اللي دخلوا المرض، اويلي واحد طاح لهم تما،
ويلي 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 كنت تخطو يدوك ماما قلبو في المطارات هذا راه دخل هنايا وجاب المرض معاه طبعا طاح لهم هنايا راه علاش جابو هادي هزوه هزوه داوه ولا مازال ما نعرف المهم الناس راه ها انت كلشي ديال الكمامه على فمك هادي حالة طارئة راه كورونا كدور فاس باش الناس تاخد الاحتياطات ديالها شيء اللي ما تبتاتش الصحة ديال هاد الخبر هذا لذا الناس ما خصكمش تخلعوا ولا يني نحتاطوا ونعملوا كاع الأشياء اللي تخلينا بعدين على هاد الفيروس لا قدر الله ودخل المغرب الله ينجينا والله يبعدوا على جميع المسلمين بالنسبة لهذا الفيروس هذا كيف ما قالت السيدة راه السيد طاح هو المدير ديال المطعم شخص صيني هو اللي طاح وبطبيعة الحال كاينه في واحد المقال كيذكروا بأن هذا الشخص هذا كان مصاب بنزلة برد أو زكام لذا لم تثبت صحة أن مرض كورونا أو فيروس كورونا كاين في المغرب وبقى ما توصلوش بأنه كاينه شي حالة ديال هذا الفيروس في المغرب طبيعة الحال هذا المركز كاين في ووهان مركز تجاري لبيع أو سوق كيتباعوا فيه الأسماك والحوت يعني جميع أنواع ديال الحيوانات البحرية تعابين أرانب يعني كيتباع فيه مختلف الأشياء وأي شيء غريب يمكن اللي يخطر لكم على بالكم ديال الحيوانات كيتباع تما من تما بدأ كينتشر هذا الشيء الشيء الثالث اللي خاصنا نعرفوه على هذا الفيروس باش نفهمه بشكل مبسط الفيروس راه كيختلف على الخلية مثلا الخلية ديال الجسم كتحتوي على نواة الفيروس ما كيحتويش على نواة كيحتوي على حمض نووي الحمض النووي ديال فيروس كورونا هو الـ RNA الـ RNA ARIBI هذا الشيء اللي كيعني بأنه إذا دخل للحمض النووي للمضيف يقدر يغير من طبيعة دياله أي أنه يتمحور هذا كيحدث من بعد كل حقبة من الزمن مثلا الفيروس من اللي كيدخل الجسم هذاك الفيروس كيستحوذ مثلا على الخلايا الأخرى اللي هي سليمة وكيرجعها بحاله وكتولي بحالة قلتي جنود دياله وكيبدأ يحارب الفيروس كيبدأ يتفشى وكيبدأ هو كيحارب في الجسم ديالنا بحالة قلتو شي واحد مستعمرنا وقالس كيبيد فينا يعني كيقتلنا وكيصفيها لنا كاملة الحاجة الجيدة في الأمر أنه وصل الأطباء والعلماء الباحثين الآن لواحد النتيجة أنهم قدروا يفكوا الشفرة ديال هذا الفيروس مما يعني أنهم الآن في عملية بحث على العلاج المناسب لمقاومة والحد من مرض أو فيروس الكورونا الآن غادي نتكلموا على شنو هي الأعراض ديال كورونا الأعراض ديال هذا الفيروس ديال كورونا هذا الفيروس كيصيب الرئة وهذا الفيروس من اللي كيصيب الرئة أشنو تيحصل طبيعة الحال كيوقع صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس تاني حاجة سعال ثالث حاجة هي ارتفاع درجة الحرارة شنو هما الحوايج اللي نقدرون نديرهم باش نقيو راسنا من المرض أول حاجة دائما خصنا ننظفوا اليدين ديالنا جيدا تحت الماء بالصابون وبطبيعة الحال مدة ما كتقلش على 20 ثانية ثاني حاجة أنه ما خصناش نحكو عينينا ولا فمنا ولا نيفنا بيدينا وهما مسخين حتى نغسلوهم ثالث حاجة خصنا ما نقربوش من أشخاص ونعانقوا أشخاص اللي ما كنعرفوهمش يقدروا يكونوا مصابين بهذا المرض ثالث حاجة باش نقيو راسنا مزيان نوضعوا كمامات او يعني غادي نديروا شي حاجه على وجهنا بحال الماسك باش نحميوه باش ما نشموش رائحه ديال شي واحد ضربو برد ولا شي حاجه اخرى الناس اللي خصهم يقيو بزاف راسهم الناس مرضى السرطان لانهم كتكون عندهم المناعه جد منخفضة وخصوصا الناس اللي كيكونوا تحت العلاج الكيماوي أو الإشعاعي كتكون المناعة جد نازلة وخصهم يقيوا راسهم لأنه لا تصابوا
راه سيؤدي بهم الى الموت، وخصوصا واحد كتكون مثلا المناعه ديالو واصله ل1000 ولا واصله ل700، كيفاش غيقدر يقاوم غير نزله ديال برد خفيفه لعساك لا كان فيروس صعيب بحال الفيروس ديال الكورونا؟ شنو هما الحوايج اللي نقدروا نديروهم باش نرفعوا من المناعه ديال الجسم ديالنا باش نقدروا نقاوموا هذا المرض، وخصوصا الناس اللي مرضى السرطان باش نقدروا نقيو راسنا من هذا المرض؟ بطبيعه الحال يمكن لنا نتناولوا فصوص الثوم كل يوم 3 ديال الفصوص ديال الثوم، راه جد نافع الثوم بطبيعه الحال، خصائص ديالها العلاجيه. ناكلوا 3 الفصوص نفرقوهم على النهار نديروها في الشلاضه على شله، هي جد نافعه خضره بطبيعه الحال طازجه، نقطعوها ونقدروا نشربوها بالماء مع الماء باش تجينا سهله ما تجيناش المروره، والريحه ديالها ما كتبقاش لاصقه في الفم كيف ما كندير انا دائما. شنو هو الشيء الثاني اللي مهم جدا واللي كيخلينا نقاوموا الميكروبات ونزلات البرد؟ ايضا عندنا البصل، بطبيعة الحال عصير البصل نقدروا نشدوا البصل او ناكلوه خضر ونديروه في لي سالاد، ولكن عصير البصل جد مهم، نقدروا مثلا نتناولوا عصير البصل 3 مرات في اليوم. وكيفاش هاد الطريقة ديال عصير البصل؟ بطبيعة الحال جد سهلة، نقدروا ناخدوا واحد البصيلة غير صغيرة نحكوها وتعطينا واحد المعلقة قياس ديال معلقة كبيرة ديال الطعام او ديال الماكلة، وناخدوها ونوضعوها في واحد الكأس اللي نضيفو فيه ماء دافي، وهذاك الماء دافي اشنو غادي نديرو؟ نمزجوه جيدا ونشربوه دفعة واحدة، ولا يمكن لينا لكن عندنا العسل الحر متوفر نقدروا ايضا نوضعوا العسل الحر مع الماء الدافئ هما العقاد ديال عصير البصل، ونقدروا نكرروا هذه العملية حتى ل3 ديال المرات في اليوم، مجيد نافع وكيرفع لينا وكيعزز لينا المناعة ديال الجسم وكيخلينا نقاوموا نزلات البرد في هذه الأيام هذه ديال فصل الشتاء. الشيء الثالث هو تناول زيت الزيتون اللي جد مهم حتى هو وكيرفع لينا من المناعة ديال الجسم، نقدروا ناخذوا منه حتى النصف كأس في اليوم، راه مزيان وحنا نقدروا نشربوه هكا بالمعلقة الصباح كنفيقوا على الريق في الغداء، ونضيفوه على السلطات على الحساء على الشوربة ديالنا او على القطانيم اللي كنكونوا مطيبين العدس ولا الفول ولا البصاره، هادشي مزيان بزاف حتى هو كيرفع جدا المناعه، وخصوصا الا كان عندكم زيت العود البكر، يعني زيت العود اللي معصوره على البارد افخوا وكتكون ما فيهاش الملحه، ما تكونش مضافه لها الملحه، تكون معصوره وموثوقين من اشخاص اللي غتاخذوها من عندهم وتكون جديده بطبيعه الحال ديال هذا العام. رابع حاجه هي حساء الشعير اللي دائما كيوصي به الدكتور الفاضل دكتور الفيض الله يجازيه بكل خير، جد نافع حساء الشعير، حتى هو كيقوي العظام وكيزيد في الكالسيوم كيرفع المناعه، فيه عده فيتامينات. حساء الشعير يمكن لينا نضيفوا ليه التوم والزرارع اللي هما يا مثلا الحلبة، بذور الكتان أو زريعة الكتان، حب الرشاد، يمكن لنا نضيفه له شعيرات من زعفران شعرة، وبطبيعة الحال كنطهيوه بزيت الزيتون نقدروا نضيفوا ليه ايضا حبه حلاوه او اللي تنقولوا ليها النافع، هادشي كلشي مزيان. وبطبيعه الحال زيت العود ما نساوش ذكر زيت العود، ونضيفوا معاهم الخرقوم البلدي سكينجبير والكمون، هادو مهمين بزاف. هذا بالنسبه لبغينا نرفعوا المناعه ديالنا، هادو بعض الاكلات او بعض الاشياء اللي خاصنا ندخلوهم في النظام الغذائي الصحي ديالنا. الشيء الاخر اللي غادي نتكلموا عليه هذا المرض، شكون هما الناس اللي قدروا يتعرضوا ليه ويتصابوا ليه؟ بطبيعه الحال الناس اللي قلنا المناعه ديالهم نازله بحال مرضى السرطان، مرضى السكري، مرضى الكبد، مرضى القلب، مرضى الكلي وشيء من هذا القبيل، والناس اللي كيقدروا يموتوا بسبب هذا المرض ايضا يعني هما الاطفال والناس الطاعنين في السن او الشيوخ الناس الكبار. كانوا هادو جميع المعلومات اللي تقاسم معكم اليوم، الله يبعد علينا وكل سوء، ونتمنى هذه الحلقه تكون فاتكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع حلقات اخرى. الناس اللي مازالوا ما تابوناش في القناه تابونا دابا، ديروا جيم لا فيديو فضلا الامر، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد الاعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم اللي كتفيدني وكتخليني نستمر. الى اللقاء.